انا صحفي تحسين الزرقاني من العراق محافظة الديوانية، شاركت بمعسكر بمخيم التقنيات الاول، تدربت على انشاء القصص الصحفيه ستوري الفيديويه من خلال استعمال اجهزه الهواتف الذكيه، قدرت انه انشا اول قصه صحفيه فازت بجائزه دوليه من منظمه فري بريس انليميتد كافضل قصه صحفيه لهذا العام من خلال برنامج ستوري ميكر. اسمي دعاء نجم الدين، اني واحده من المدربين بالمخيم الثاني. اني التدريب مالتي بالمخيم الثاني كان على نبذه عن الشبكه العراقيه للمدونين العراقيين، اول شبكه للمدونين العراقيين، بالاضافه الى تدريب عن موقع اسمه ستوريفاي. اسمي حنين صالح، جاي من بابل، مشاركه كعضو في برنامج سلام شباب موسم الاول. جينا بالمخيم استفادينا انه في حلقة كسر الجليد تعرفنا على ناس هواي من غير محافظات، جذبنا التواصل الاجتماعي وياهم، استفدنا من المخيم مشاركة بيك التقنيات، استفدنا من حضور المتدربين ودربون الأساتذة وعملنا اجندات وتجربة كلش حلوة كانت. وأنا سعيدة لأن شفتكم تعرفت على هواي ناس ما كنت أعرفهم بغير مواسم، ناس أعرفهم هسه عن طريق التكنولوجيا، أخذنا إنترنت وفيسبوك وأرقامهم، إن شاء الله نضع على تواصل.